النهاردة الحمد لله تخرج دفعات جديدة، من ضمنها الدفعة 91 طيران وعلوم جوية عسكرية. بنفتخر النهاردة بالخريجين بتوعنا، وبنوجه لهم رسالة قوية، رسالة تهنئة، رسالة شكر لعائلاتهم وشكر ليهم على الالتزام والانضباط والتميز اللي تم خلال فترة الدراسة بتاعتهم في الأكاديمية. الكلية الجوية أعدت جيدا الخريجين بأسلوب علمي قوي جدا، من خلال تأهيل وجداني، تأهيل رياضي، من خلال تأهيل نظري، تأهيل علمي. استخدمنا فيه كل التكنولوجيات الجديدة، استخدمنا فيه كل في التأهيل العلمي استخدمنا فيه المحاكيات الجديدة المتميزة جدا على مستوى عالم الطيران. بنحاول إن احنا نحدث دايما في استخدام الواقع الافتراضي كنماذج جيدة جدا لمواكبة التطورات في علوم الطيران الحديث على مستوى العالم. بما إن القوات الجوية بقى أصبح دلوقتي تمتلك الطيران الحديثة من الجيل الرابع، بقينا دلوقتي كل تدريبنا لازم يبقى متطور ومواكب لأجيال الطائرات الحديثة. استخدمنا التأهيل البدني المميز اللي مبني على دراسات علمية، فبالتالي بقينا نخلي الطالب دلوقتي الرياضة عنده هو أسلوب حياة، لايف ستايل، زي ما هو بيقوم الصبح كان في الحياة المدنية قبل ما يخش الكلية متعود على إن هو يستخدم الموبايل كتير، يستخدم التكنولوجيا. وفرنا التكنولوجيا دي خلال التدريبات بتاعته الرياضية، بقينا نعمله مسابقات رياضية تكنولوجية، بالتالي بقى هو منجذب جدا للتدريب الرياضي. بقينا نعمله على المستوى النظري والمستوى العملي استخدام تكنولوجيا في توفير داتابيز لكل ما هو إلكتروني بيتعامل معاه نظريا، استخدام محاكيات لمنظومة جديدة، منظومة الـ Learning Management System، هي منظومة إدارة جودة التعليم الحديثة. ربطنا بيها منظومة الامتحانات، بقى طالب بيمتحن ويدرس في منظومة إلكترونية. المدرس بقينا نأهله إن هو مدرس متميز جدا، لأن بندرس للمدرس دورات قبل ما يبتدي فيها التدريب، دورات بتعمل فيها بناء لشخصية مدرس يتعامل بطرق وأساليب التدريب الحديثة، من استخدام وقائع أي تكنولوجيا حديثة على الطالب يقدر يقرأ بيها البادي لانجوج من خلال دورات بادي لانجوج، أو اللي هو لغة الجسد بقى بيستخدمها إن هو يحلل الطالب اللي قدامه، من خلال استخدام الإنجليزي كلغة أساسية في تعلم الطيران، لأن كل طبعا أساسيات الإنجليزي الطيران اللي هم الطيران حاليا تعتمد على اللغة الإنجليزية، بيتعامل فيها في الدراسة وبيتعامل فيها في مجال عمله كطيار بعد كده، الكتب كلها باللغة الإنجليزية. برضو علمناه برامج الذكاء الاصطناعي للمدرس، بالتالي بقى هو بيدرس للطالب باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي في كل ما هو لغات، كل ما هو حاسب آلي، كل ما هو أساليب طيران حديث. في خلال دراسته في الكلية بيتعرض للطيران، على اتخصص كطيار مقاتلات، يطير على طيارات المقاتلات الموجودة التدريب الموجودة في الكلية، أو طيران هليكوبتر بيتعرض ليها بيطير عليها كطيارات هليكوبتر موجودة في الكلية. بتأهله إن هو يخرج بعد كده بعد الكلية عمل عدد ساعات جيد جدا يقدر إن هو يطير بيها على الطيارات الحديثة. برضو خصصنا تخصص جديد في الكلية، وهو مجال طيارات موجهة بدون طيار. عدنا له منهج نظري قوي جدا، منهج نظري متماشي عالميا مع أقوى المناهج النظرية كطيارة بدون طيار معتمدة عالميا. عملنا له برامج عدد ساعات طيران مخصصة ليه، عملنا له إن هو هيطير على الطيارات الموجهة بدون طيار، في الآخر هيتخرج من التخصص دوت وهو عنده خبرة كبيرة جدا في مجال الطيران على الطائرات الموجهة بدون طائرات.